مرحبا جميعا. اكيد اللي شافوا الفيديو الماضي سمعوا انا او شافوا انا حكينا عن التخصصات المطلوبه في دوائر الخدمه المدنيه، واكيد في اسئله تخص التخصصات الراكده في الماركت. جاسر مصطفى هاي جي توكس وهاي نو. هلا في الفيديو الماضي كان في تخصصات مطلوبه خاصه بالذكور، تخصصات خاصه بالاناث. انا ما صنفت الذكور وإناث، فإذا حابب أنك تعرف شو للذكور وشو للإناث ارجع لديوان الخدمة المدنية بتعرف بكل سهولة. أما عن التخصصات الراكدة فبطبيعة الحال أي تخصص ما نذكر في هذاك الفيديو أو بتصنيف ديوان الخدمة المدنية فأكيد هو مش تخصص مطلوب. بس مش تخصص مطلوب لا يعني إنه تخصص راكد أو مشبه. إحنا نحكي اليوم عن التخصصات الراكدة حسب ديوان الخدمة المدنية، وخلينا نبلش بالذكور عشان إحنا مجتمع ذكور. وخلينا نبلش بالتخصصات الراكدة التي سيتم إيقاف استقبالها في مرحلة البكالوريوس للذكور. علوم سياسية، معلم صف، تربية وتعليم، وعلوم مالية ومصرفية. فأنت الحالة تقدر تعرف من خلال العنوان وسيتم إيقاف استقبالها قديش السوق ملتعن سلسبيل أهله بهاي التخصصات. فلا تفرش انك انت تروح تدرسهم اذا انت ناوي تشتغل ماركت تبعنا. وغير التخصصات كمان هذيك اللي حكيت لك اياها برضو في مرحله البكالوريوس ولا الدكتور راح يتم ايقافها، وهي راكده اثار، لغات اجنبيه وفلسفه، اقتصاد، سياحه وبيئه، تربيه ابتدائيه وطفل وبعرف شو هي، وعلوم اداريه. بعد عنهم الله يرضى على كل عشيرتك. ومن التخصصات الراكدة التي سيتم إيقاف استقبالها ولا الذكور في مرحلة الدبلوم، يقول لك جميع التخصصات في الدبلوم للتخصصات التعليمية راح يتم إيقاف استقبالها في الدبلوم. فلا تروحش دبلوم تخصص تعليمي الله يرضى عليك. طيب يا جاسر، بلشت في الذكور والمجتمع تبعنا الذكوري، وانت ذكر حكيت عن الذكور، بدكش تحكي لنا عن الإناث؟ بالنسبة للإناث مرحلة البكالوريوس التخصصات الراكدة والتي سيتم إيقاف استقبالها هي أثر، علوم سياسية، وعلم اجتماع، لغات أجنبية، علوم مالية ومصرفية، فلسفة، اقتصاد، سياحة وبيئة، إدارة أعمال، ونظم معلومات إدارية. كل هذول التخصصات مرحلة البكالوريوس راح نقول لكم ثانك يو إذا أنتم إناث لا تيجوا لعنا، ما بدنا ندرسكم إياهم. ماشي؟ وبنروح لمرحلة الدبلوم يا معلم للإناث، سيتم إيقاف استقبال التخصصات الراكدة التالية، جميع التخصصات في المهن التعليمية والعلوم المصرفية والمالية. فلا تنحي الله يرضى عليك سبينا من تناحة الإناث في موضوع اختيار. أنا بحبه يا بابا بحبه، ومش هتجوز غيره، تجوز غيره بعينك الله، لأنه إذا تجوزتيه راح تقعدي في البيت. يس. وهيك لهون بكون حكيت لك عن كل التخصصات. في الفيديو الماضي حكيت لك عن التخصصات المطلوبة اللي إذا درستها يعني نسبة نجاح عمليتك المهنية الكارير باث تبعك تكون أضبط في المرحلة الحالية، وحكيت لك عن التخصصات إذا البكالوريوس أو الدبلوم، إذا للرجال أو للنساء، الذكور أو الإناث اللي راح يتم إيقاف استقبالها لأنها راكدة على الآخر ولا تتحرك. فالخيار عندك، دير بالك، أعرف أنت شو التخصص اللي بدك إياه، شو حابب، وبإيش أنت مبدع أو راح تكون مبدع إن شاء الله، وgo follow your passion. ومن هون تتلاقي your passion وتلحق your passion وتنجح في your passion. سلام.